ارتجاع المريء هو مرض شائع بحيث انه ولا اصبح مرض العصر. ارتجاع المريء التقليدي اللي هو متعارف عليه هو ارتجاع ديال المكونات اللي كتكون في المعده من الحمضيات ومن الانزيمات من المعده للمريء، بحيث ان المريض كيحس بديك الحرقه اللي كتكون في الصدر ديالو وكيحس بالحموضه اللي كترجع ليه حتى الفم. هذا بالنسبه لارتجاع المريء العادي التقليدي. كاين نوع اخر هو الارتجاع المريء الصامت ولا الغفلو غاسترو لارانجي ولا الغفلو سيلونسيو. شنو هو؟ هو هذيك المواد الحمضيه والانزيم كيمشيو مباشره من المعده للحنجره والحلق والبلعوم. هذا الارتجاع ماشي ضروري كيكون سوفورم دو ليكيد، ولكن شي مرات كيكون عباره كيطلع عن بخار او سوفورم دو غاز ولا دي ميكرو غوتليت. بالنسبه للاعراض فهي كتكون خصوصا متعلقه بالحنجره والبلعوم، بحيث ان الشخص كيجي عندك كيقول لك كنحس بشي حاجه وحده ليا في الحلق ديالي، ما كنقدرش نبلع او دائما كنبلع الريق ديالي ولا كنبلع الماكله دائما شي حاجه وحده ليا، اولا مثلا كيحس دائما بالبلغم في واحد اللو في الحلق ديالو، دائما عنده واحد النحنحه هذاك لو ايماج دائما عنده، دونك كيكون احتمال كبير انه عنده هذه المشكله ديال الارتجاع الصامت. كذلك كتكون البحه، دونك الانسان الصوت ديالو دائما بحوح سورتو في الصباح ملي كيفيق من النعاس، خصوصا الا كان ما كيستعملش الصوت ديالو بطريقه سليمه اولا عند بعض المهن اللي كنشوفوها عند الاساتذه اولا لي بروفيسيونيل دو لا فوا، دونك البحه كتكون عنده متكرره على مدار السنه. دونك يكون عامل من عوامل هاد البحه هي هاد الارتجاع اللي كيكون صامت. كذلك كيكون الالتهاب الحلق اللي كيكون متكرر اولا التهاب الحلق المزمن، دونك دائما الانسان في الصيف في البرد دائما عنده الحلق ديالو طايب ليه، والكحه، دونك الانسان كيكحب في الليل بمجرد ما ينعس كتشدو داك الكحه نص ساعه ولا نفوسك الليل، هذيك الكحه اللي كتكون ناشفه اللي كتكون ماشي متعلقه بامراض الصدر ماشي متعلقه بشي مرض رئوي، واللي كتكون كيحس بعض المرات فيها حتى بالاختناق. كذلك هذا الارتجاع المريء الصامت كيكون يقدر يقيس حتى الجيوب الانفيه، دونك يعطينا حتى التهابات بعض المرات التهابات في الجيوب الانفيه والتهابات في الاذن. هذه الاعراض كامله كنتذكر بانه الانسان يقدر ما يكونش كيحس بداك الحرقه في المعده كيف ما قلت، ما يقدرش يكون كيحس بالحموضه كتطلع ليه، مي كيكون كيحس بهذه الاعراض هي اللي غالبه تاني. المسببات متعلقة بشكل كبير بالتغيير ديال نمط الحياة ديالنا في السنوات الأخيرة. الإنسان كيبدا كيبقى ساعات طويلة في اليوم ما كياكلش، خصوصا في شهر رمضان دابا مع الصيام كيبقى ساعات طويلة، فاش كيجي يفطر أو لا كيجي في العشاء في الأيام العادية كيجي ياكل الأكل اللي كيكون دسم كيكون غني بالدهنيات المقليات الفريتور كيكون غني بالحلويات المشروبات الغازية، هادو كاملين كيساعدوا في الإفراز ديال دوك الحمضيات. ثاني شيء هو انه بمجرد انسان ما كياكل كيكون كيشبع مزيان كينعس مباشره، دونك هنايا فالاعراض ديال الارتجاع سواء الارتجاع المريء العادي المتعارف عليه او الارتجاع الصامت كيبداو يبانوا عند الشخص. كاين اسباب ثانيه هي اسباب عضويه كمشاكل في العضله اللي كتكون كتربط ما بين المريء وما بين المعده، هاد العضله هذه نورمالمون حنا ملي كناكلو كتسد باش ما ترجعش الماكله وما ترجعش الحموضه، ولكن في بعض المرات هذه العضله كترتخي حتى هي وكتسبب هذا الارتجاع. وكاين امراض عضويه واحده اخرى بحال الاغنياطال او لا الفتق الحجاب الحاجز وحتى التدخين وارتفاع في الوزن او لا زياده في الوزن، دونك هادو اسباب كيكونوا غالبا كيكونوا هما الاسباب الاولى لارتجاع المريء الصامت. وسائل التشخيص، اولا اول حاجه كتبدا بشوفوا التاريخ المرضي ديال الشخص اللي جا كيبغي يلقى الحل لهاد الاعراض اللي عنده. اول حاجه نشوفوا النمط ديال الحياه ديالو، المواعيد ديال الاكل، كنشوفوا طبيعه الحال واش الاكل ديالو واش صحي ولا ماشي غير صحي، واش عنده عوامل اخرى. ثاني حاجه كيبدا بالمنظار، المنظار كيكون منظار الانف والحنجره، كنشوفوا به واش كاين اسباب عضويه اخرى لهاد الاعراض اللي جا كيكونسلتي عليهم، ولا كاين الاعراض اولا الاضرار اللي كتكون كتوقع في الحنجره وفي الاحبال الصوتيه وفي البلعوم، وهذوك الاضرار اللي كتكون خاصه بهذا الارتجاع المريء الصامت كنعرفوا حنا بالمنظار. وكذلك كاين وسيله واحده اخرى هي قياس البي اش او قياس النسبه ديال الحمضيه في الحنجره. دونك
اولا العلاج كيعتمد اولا بالادويه، دونك الادويه كتكون هي مضادات الافرازات المعده وادويه ديبونسمون غاستريك كتعطى على واحد المده معينه. ثاني شيء كيكون كنعتمدوا كنوصيو الشخص انه يغير نمط الحياه ديالو ونمط ديال الاكل ديالو. النصيحه ديالي للساده المشاهدين في شهر رمضان هو انه من بعد ساعات طويله ديال الصيام فاش نجيو نفطروا بطريقه صحيه، ناكلوا الاكل الصحي كيعتمد على الخضروات والفواكه، نبعدوا على لي فريتور، نحيدوا الاكل اللي كيكون فيه السكريات بنسبه كبيره، المشروبات الغازيه، ونحترموا دائما المبدا ديال انه الانسان كياكل كيبقى 3 ديال الساعات عاد كينعس باش نتفاداو هاد الاعراض هذه. ثاني حاجه كان تقليل من اولا الاقلاع على التدخين، وكذلك نحاولوا نحافظوا على الوزن المثالي. وفي النهايه كنتمنى للساده المشاهدين رمضان مبارك، ودخلوا علينا بالصحه والسلامه، وتقبل الله منا ومنكم.